السلام عليكم اهلا بكم نورتوني بما ان دلوقتي موسم ورق العنب وكمان احنا في رمضان فلازم نعمل ملك السفره في كل الاوقات نعمل محشي ورق العنب طبعا مفيش اجمل من الورق الطازه لما نيجي نختار الورق الطازه لازم يبقى الورقه لونها فاتح وتكون ناعمه وكمان ما العروق بتاعتها تخينه وكبيره احلى ورق عنب بيكون الاطفال الاولى بتكون الورقه ممتازه جدا ولكن طبعا بما ان احنا اوقات ما بيكونش متاح عندنا الورق الطازه فانا هضطر استخدم الورق المعلب اللي بيجي في برطمانات او في اي شكل للحبس المهم لما نيجي نختار الورقه تبقى ناعمه وكمان يبقى لونها فاتح زي ما بنيجي نختار بالظبط الورق الطازه الورقه دي ممتازه جدا وحلوه ومش بتحضر مني خالص لما باجي استعملها النهارده هوريكم ازاي هعمل ورق العنب المعلب وهيدي نتيجه ممتازه كانكم عاملين بالظبط ورق طازه هو ده النوع اللي انا استخدمته نوع ممتاز جدا ومن احلى الانواع اللي جربتها اول حاجه بنعملها ان احنا بنغسل ورق العنب كويس جدا على ميه جاريه علشان نتخلص من كل المواد الحافظه اللي موجوده فيه واللي ممكن تاثر على طعمه واحنا بنطبخه بعد كده بنقعه في ميه وخل تقريبا بغطيه بالميه وبضيف ربع كوبايه خل وشريحتين ليمون وبسيبه منقوع ربع ساعه تقريبا او عشر دقائق هصفيه وبعد كده هسلقه في ميه بتغلي بضيف ليها معلقه كبيره من الزيت وشريحتين ليمون الزيت بيدي لمعه حلوه قوي للورق الورق اللي انا بستخدمه ورقته ناعمه وطريه مش هيحتاج سلق كتير بحطه يدوب ثواني في الميه وبخرجه على طول لو انتوا بتستخدموا ورق طازه هنحطه دقيقتين ثلاثه يعني بنحطه دقيقه على كل جنب وبنقلبه على الناحيه الثانيه يدوب لحد لما يغير لون مش اكتر من ثلاث دقايق لكن هنا انا بحطه ثواني لان الورقه ناعمه وكمان محفوظه فمش هتاخد سلق كتير بعد كده بصفيه من ميه السلق كويس جدا جدا دلوقتي هنحضر مع بعض صلصة المحشي ، في مدرستين للمحشي في اللي بيسبك وفي اللي بيعمل نايف فني النهارده هنخلط الاتنين مع بعض يلا بينا علشان اوريكو هنعملها ازاي ، هسخن الطاسه كويس وهضيف عليها ربع كوبايه من الزيت النباتي استخدمت زيت عباد شمس هنزل عليه ببصلايه كبيره متقطعه تقطيع وسط وهرش رشه ملح علي البصل وهفضل اقلبه علشان يذبل ويصفر علشان اسرع من عملية تتبيل البصل برش الملح وكمان بغطي الطاسة شوية واقلب من وقت للتاني مش عايزة اخلي البصل يصفر اكتر من كده او ياخد لون غامق هضيف عليه 3 معالق كبيرة من الصلصة او معجون الطماطم دايما لما بضيف صلصة الطماطم بحب اقلبها شوية كده مع الزيت على النار علشان تتكرمل شوية ويبقى طعمها جميل هضيف عليها نص معلقة صغيرة من السكر علشان حموضة الطماطم هضيف كمان معلقه صغيره من معجون الشطه ده بيبقى طعمه حلو مش بيبقى حامي قوي ممكن تستغنوا عنه وتضيفوا هريسه او لو ما بتحبوش الحار تضيفوا معجون الفلفل الاحمر او تستغنوا عنه خالص اللي هيخلي طعم المحشي مميز جدا خلطه البهارات دي ودي خاصه لورق العنب معلقه كبيره من الكمون المطحون معلقه كبيره من الكزبره النشفة المطحونه معاهم معلقه صغيره من البابريكا معلقه صغيره من السماق معلقه صغيره من النعناع الناشف وهنستخدم كمان شطه حسب الرغبه وطبعا ملح وفلفل اسود نص معلقه صغيره والمكون اللي بيميز جدا الخلطه دي معلقه صغيره من البن خلطه البهارات دي حاجه شخصيه جدا يعني لو انتم ما بتحبوش مكون تقدروا تستغنوا عنه هنخلط كل البهارات دي مع بعض وبعدين هاخد نص مقدار البهارات دي وهضيفها على الصلصه اللي احنا كنا لسه بنعملها انا تقريبا نسيتكم ان احنا حاطين الصلصه على النار هديهم تقليبتين كده علي النار وهنزل عليهم بنص لتر من عصير الطماطم الثقيل في المرحلة دي بحب أضيف شوية من خضرة المحشي يعني معلقه كبيره من الكزبره ومن الشبت ومن البقدونس وشوية نعناع اخضر وبقلب كله مع بعضه كده وبظبط الملح بتاعه وبعدين هغطيه واسيبه بقى يتسبك علي نار متوسطه لحد لما يتقل اكتر لحد كده احنا ماشيين علي مدرسه التسبيك تعالوا يلا بينا علشان اوريكوا هنعمل ايه بعد كده هنجيب بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة يفضل لو بصل أصفر وعليها باقي كمية البهارات وتلات طماطمات متقطعين مكعبات صغيرة قوي وشلنا القلب منها وتخلصنا منه وتمن كوباية من دبس الرمان عليهم كمان معلقتين كبار من عصير الليمون الطازة ونقلب بقى كل المكونات مع بعض الريحة لوحدها كانت تجنن المكونات الطازة بتحيي كده الصلصة وبتدي طعم هايل للمحشي استخدمت تلات كوبايات من الرز المصري تقريبا وخمسين جرام يعني نص كيلو وزياده شويه هنغسلهم كويس جدا تحت الميه ونصفيهم برده كويس جدا عشان نتخلص من كل الميه الزياده اللي فيه مش هننقع الرز لان فيه كميه سوائل موجوده في الخضره اللي بنستخدمها بالنسبه لي المحشي يعني خضره كتير هستخدم حزمه كبيره من البقدونس ومن الشبت ومن الكزبره ووقت التقطيع بتخلص من عيدان الشبت والبقدونس لانها بتبقى تخينه ومره وبسيب العيدان بتاعه الكزبره الخضراء ولو انتوا مهووسين بالدقه زيي فانا استخدمت 70 جرام من كل نوع من انواع الخضره لو تحبوا ممكن تضيفوا ثلاث معالق كبيره من ورق النعناع المفروم فرم ناعم تعبنا من كل الحاجات اللي عملناها دي اخر مرحله وهي التجميع علشان نسهل عمايل المحشي فاحنا ممكن من بالليل نجهز جزء من المكونات يعني نحضر الصلصه ونغسل الخضرة كويس ونسيبها تتصفى ونلفها في فوطة علشان تبقى جاهزة تاني يوم هيسهل علينا جدا كل حاجة انا هنا حطيت كل المكونات اللي عملناها وضفت عليهم ربع كوباية من زيت الزيتون هنضيف الملح وبعد كده هنقلب المكونات ونظبط الطعم الصلصة لازم تبقى ما فيهاش سوائل كتير علشان تبقى متماسكة كده ومحتفظة بكل النكهات اللي فيها ما تخرجش بره لو انتوا هتعملوا الخلطة ني في من غير تسبيك فهينزل سوائل كده دي تحتفظوا بيها وتضيفوها مع الشربة وقت التسوية اخر مرحلة هي مرحلة التشكيل بنجيب الورقة وبنفردها بحيث ان السطح الخشن يبقى لفوق والناعم يبقى لتحت بجيب كمية من الحشوة تكون مناسبة ما تكونش صغيرة قوي ولا كتير وبتني عليها الطرفين بالشكل اللي انتوا شايفينه وببرم بقى الصباع بس وانا ببرم بضغط كويس جدا في البدايه علشان الصبع يبقى محكم الاغلاق كده وما يبقاش فاكك من بعض ويدخل شوربه ويبقى يعني الرز يعجن ويبقى شكله مش حلو ويخرج منه الرز هنبرمه كويس قوي ويبقى كده الصباع معانا جاهز ومنتهى الجمال يبقى الناحيه الخشنه لازم تبقى لفوق علشان لما ابرم والف الصباع يبقى سطحه كده ناعم وشكله جميل وقت التقديم طبعا مش كل الورق بيبقى حجم واحد اوقات بنلاقي كده ورقه عملاقه فدي حلها ان احنا نقسمها نصين بسكينه وبعدين باخد نص الورقه وبفرده على طبق قدامي للناحيه الخشنه لفوق وبعدين بحط حجم الحشوه المناسب وبلفها عادي جدا طبعا انا عارفه ان في كتير منكم اساتذه في حشو ورق العنب ولكن برده في ناس مبتدئين وفي حابين يتعلموا الحشو المظبوط وازاي يلفوا الورق مظبوط فانا مش بحاول اني اسرع في الجزء ده كميه الحشوه كانت مناسبه لنص كيلو من ورق العنب يلا بقى عشان نشوف هنرصه ازاي بحضر الحله وبحط في قعرها عيدان ورق العنب او عيدان الخضره كمان ممكن تحط بطاطس وطماطم او حلقات من البصل ويا سلام لو شوحتوا شويه ريش داني وحطتوها في قعر الحله بتبقى تحفه جدا دلوقتي انا برص الصوابع بالطول كده ده بيبقى علشان لما نقلبها تبقى محافظه على شكلها بنسقي المحشي بشوربه دسمه وتكون سخنه ممكن لو معدنا شوربة بنسقيه بميه سخنه وفيها معلقه صلصه وشويه من زيت الزيتون او مكعب مرق وده طبعا ما بفضلهوش مستوى الشوربه يكون تحت اول سطر وبنغطي وش المحشي باي تقل عندنا يا لو التقل اللي هتستخدموه يكون مغطي كل الوش من فوق لكن ده كان الحجم المناسب اللي موجود عندي هنحط الحلة على نار عالية نسيبها لحد لما تغلي ونسيب الحلة ربع ساعة بعد الغليان على نار متوسطة وبعد كده بهدي النار خالص وبسيبها براحتها لحد لما تستوي تماما يعني ممكن تسيبوها ساعة ساعة ونص أو ساعتين لحد لما تاخدوا درجة السوى اللي انتوا حابينها في اخر ربع ساعة بضيف معلقتين كبار من عصير الليمون ممكن تضيفوا اكتر لو حابين ومزز اكتر وكمان هضيف شوية من زيت الزيتون بيدي لمعة حلوة جدا على الوش وبكده يبقى المحشي الجميل بتاعنا جاهز فالف هنا وشفاء اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو وكمان لو انتوا لسه جداد اشتركوا ودوسوا سبسكرايب وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اشوفكم على خير وسلام عليكم